السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلبة جامعة الكويت. إن شاء الله هنكمل النهاردة كلاساتنا في الأورجانيك كيمستري. إن شاء الله النهاردة هنكمل شابتر 1. إحنا أخدنا لوس ستراكشر سواء كان مليكيول أو تشين. أخدنا تاني حاجة الفورمال تشارج وعرفنا إزاي نحسب الفورمال تشارج. رقم 3 أخدنا الريزونانس وعرفنا ازاي ان انا اعمل ريزونانس وازاي الطريقه الصحيحه للاسهم، ولازم اعملها بالطريقه الصحيحه للاسهم. ان شاء الله النهارده هناخد الهايبريدايزيشن اند بولاريتي. تمام، احنا اخدنا في اول كلاس او تاني كلاس سبيسيفيك الالكترونيجاتيفيتي، وقلنا ان الالكترونيجاتيفيتي ذا ابيليتي اوف اتوم تو اتراكت الكترونز، وان الالكترونيجاتيفيتي في الجدول الدوري بتزيد من ناحيه across the period و up to the group. تمام؟ اوكي، اخدنا كل الكلام ده في الاورجانيك كيمستري. وبعد ما اخدنا كده قلنا النهاردة ان شاء الله هناخد حاجة اسمها البولاريتي. ايه هي البولاريتي؟ قالت لك البولاريتي دي بتعتمد على الالكترونيجاتيفيتي. يعني ايه؟ يعني على سبيل المثال احنا اخدنا قاعدة مهمة جدا السبيشيال كيس، ان البولاريتي ما بين الكربون والهيدروجين نون بولار كومباوند، واخدنا اي ذرتين متماثلتين نون بولار اللي هو الفرق في الالكترونيجاتيفيتي. يعني انا عايز اجيب الفرق في الالكترونيجاتيفيتي ما بين الهيدروجين والهيدروجين. طب ما على سبيل المثال لو دي 5 و5 يبقى 5 ناقص 5 0، يبقى ما فيش قطبيه اساسا. فبيقول لي ما بين الهيدروجين والكلورين، الهيدروجين اهي اهي والكلورين اهي، مش انا عارفه ان السالبيه الكهربائيه بتزيد كده، يبقى اكيد الالكترونات بتاعه الرابطه دي، مش هنا في ما بين الهيدروجين والكلورين رابطه، الرابطه دي باتنين الكترون. هل الالكترونات دي موجوده في النص بالظبط ولا موجوده ناحيه الهيدروجين ولا موجوده ناحيه الكلورين؟ مش انت قلتي لي ان الالكترونيجاتيفيتي قدره الذره على جذب الالكترونات، يبقى معنى كده ان الكلورين السالبيه الكهربائيه ليها اعلى بكتير من الهيدروجين، صح؟ يبقى الالكترونات هتروح ناحيه الكلورين. عشان كده بصوا السهم اللي فوق ده انا بعمله بقول ان الالكترونات بتاعه الرابطه هي ما بينهم هما الاثنين، بس اكثر ميلا ناحيه الكلورين. او ممكن اعملها بارشالي بوزيتيف وبارشالي نيجاتيف. كلمه بارشالي لان ده نوت ايونيك كومباوند، اتس اكوفالنت وان، فما ينفعش اعمل شحنه كليه لانها ما فيش ترانسفير شيرنج. وقلنا ان ما بين الكربون والهيدروجين نوت بولر، والمركبات المتماثله نوت بولر. المثال بتاع 1:10 بيقول لي ما بين النيتروجين والكلورين، هشوف اهو النيتروجين اهو والكلورين اهو اكروس ذا بيريود. هتقولي لي طيب ما انا عندي الكلورين فوق تحت والنيتروجين فوق، ما انا عارفه ان هي بتزيد لفوق، يعني المفروض النيتروجين يكون اكتر للكلورين. هقول لك لا، الاولويه للدوره وليست للمجموعه. تمام، يعني الدوره هنا تغلب المجموعه. تمام، يبقى الكلورين اكثر من النيتروجين. ما بين السلفر والاكسجين، فين اهو السلفر والاكسجين اهي، دول الاثنين في مجموعه واحده يبقى الاكسجين، وهكذا. جاي يقول لي CCl2F2، يبقى انا لازم ارسم لويس ستراكشر المركب ده. بما ان الكربون اربع روابط، كلورين كلورين فلورين فلورين، ما بين الكلورين والكربون والكلورين الكلورين اعلى، ما بين الكربون والفلورين الفلورين اعلى، اهو ده كده تمام، والكلورين كده تمام. انا لو انا عايزه احسب البولاريتي للمركب ده، على فكره الفرق البولاريتي هنا هو هو الفرق هنا، فهيضيعوا بعض، وفرق الكلورين هنا هو هو فرق الكلورين هنا، فهيضيعوا بعض، فالمركب ده يعتبر نون بولار. تمام، جاي المثال اللي وراه جاي يقول لي احسب لي حط لي الاسهم في CH3OH. CH3OH الـ OH دي من الحالات الخاصة اللي أنا حافظاها، وكربونة مع 3H، يا إما السي هتكون دبل بوند على الأكسجين، يا إما ما بينهم هما الاتنين. CH3 يبقى محتاجة واحدة بس، يبقى أكيد ما بينهم هما الاتنين. ما بين الأكسجين وطبعا كربون وهيدروجين مفيش أسهم، لأن دول نون بولر ما عندهمش أسهم. ما بين الكربون والأكسجين، الأكسجين أكثر سالبية كهربية، أهي كربون وأكسجين يبقى ناحية الأكسجين. ما بين الأكسجين والهيدروجين ناحية الأكسجين برضه، أه. يا اما تعمل بارشالي بوزيتيف بارشالي نيجاتيف بارشالي بوزيتيف. تمام، سهله جدا جدا البولاريتي، ما فيهاش اي حاجه. بعد كده هناخد حاجه اسمها الهايبريدايزيشن. ايه هي الهايبريدايزيشن؟ هي التهجين.
مش هقول لك بقى اعمل لي اس وبي واس وبي ودي واف واعمل ان اس مع 3 بي، لا لا خالص، الكلام ده سهل جدا، اسهل مما تتخيل. انا عندي الهايبرديزيشن، هو في جدول موجود للهايبرديزيشن هبعته لكم في النوتس طبعا. انا بعمل اي اكس اي، الاي بتنزل ثابته للذره المركزيه، الاكثر اوقات بيقول لي هات لي الهايبرديزيشن للذره المركزيه. الاكس هي عدد الذرات وليست عدد الروابط، وليست عدد الروابط. الاي اللي هي اللون بير الكترونز، على فكره كلمه لون بير الكترونز يعني عدد الالكترونات بالزوج، كل 2 الكترون يبقى يعملوا لي واحد. على سبيل المثال عندي السي اتش 4، هرسم السي و4 اتش، الذره المركزيه بتاعتي السي، الاي تنزل زي ما هي، الاكس عدد الذرات وليس الروابط، 4 ذرات هيدروجين، الاي فري الكترونز ما عندهاش صفر، يبقى انا الاي اكس 4. هروح الجدول بتاعي هلاقي ان الاي اكس 4 الهايبرديزيشن بتاعه اس بي 3، الشكل تترا هيدرال والزاويه 109.5. على فكرة اس بي 3 معناها ان بهايبرد الاوربيتال اس مع 3 بي اللي هما بي اكس وبي واي وبي زي، تمام؟ لو انا عملت للكربون الاس بتاعتها اللي هو وزعت الالكترونات الستة بتاعتها، هيبقى 1s2 2s2 و3b2، تمام؟ بعد كده الالكترونات بتنتقل من مدار لمدار، بيبقى 1s و3b. الموضوع ده ما يشغلنيش في اي حاجه، انا عرفتها من الاي اكس اي من الجدول اللي انا حافظاه. جاي بيقول لي البروبلم بتاعت 1.29، بيقول لي ليه الشكل المفروض يكون بلانر وبس انت عامله لي تترا هيدرال. فهقول له عادي مفيش اي مشاكل، انا عندي تترا هيدرال الزاويه بتاعته 109.5، الزاوية اللي ما بينهم 109.5، لكن البلانر برضك من الورقة بتاعت الهايبرديزيشن الزاوية 90 درجة، فكل ما زادت الزاوية بسبب repulsion of electron، ان التنافر ما بين الالكترونات بتاعت الرابطة وبعض منها، او كان في free electrons التنافر انا بتنافر مع حاجة فبزود الزاوية بتاعتي، يعني هما كانوا بدل 90 بقوا اكتر، تمام؟ يبقى انا كله الهايبرديزيشن من ورقه بسيطه جدا ببقى حافظاها، سهله قوي 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 قوي، بس ابقى عارفه الرولز بتاعتي واعرف ارسم لوس، لان انا لو ما عرفتش ارسم لوس مش هعرف اجيب الرول بتاعتي. سهله قوي الهايبرديزيشن، ما فيهوش اي مشاكل. الجزء اللي وراه جاي بيقول لي الاشكال بقى، الكيميكال فورمولا المفروض ان انت تبقى عارفها في المركبات بتاعتك. اول حاجه على فكره ده اسمه داش اند ويدجت، اهو خطوط وشرط. تاني شكل ده اسمه بول اند ستيك، برسم كور كور وما بينهم عصيان. بعد كده سبيس فيلينج موديل، شكل بس تعرفه شكل بس، ماشي. بعد كده ان الكتروستاتيك بوتنشال ماب، شكل بس اشكال بس، تمام تمام. ايه هو السايكليك كومباوند؟ قال لك السايكليك كومباوند نوت رينج، نوت رينج يعني عباره عن حلقه مقفوله، تمام. السايكليك نوت رينج يعني مش حلقه مقفوله، لازم يكون سلسله. دي سايكليك، على فكره يا جماعه ما تتلخبطوش ما بين سايكليك واسايكليك. سايكليك يعني حلقه مقفوله، اسايكليك يعني سلسله مفتوحه ومش حلقه، ماشي تمام. هناخده دلوقتي حاجه مهمه جدا جدا جدا، احنا قلنا فاضل لنا كده الكيميكال فورمولا والفانكشنال جروب. الكيميكال فورمولا بتاعتي الصيغ اللي ممكن المركب يظهر بيها، قال لك انا عندي حاجه اسمها مولكيولر فورمولا، امبريكال فورمولا، استراكشرال فورمولا، وكوندنسد فورمولا، وطبعا اللوس اللي انا اوريدي عارفاه. المولكيولر فورمولا هي عدد الذرات متجمعه على بعضها، يعني لو انا قلت C2H6 انا مجمعاهم على بعضهم، انا ممكن ارسم C2H6 اهو استراكشر، C2 2 كربونه ودي فاضل لها 3 روابط و3 روابط، لان انا بتعامل بالسلسله، لان ده مش مولكيول، اتش واتش 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 واتش، ده ستراكشرال فورمولا، انا فسرتها ستراكشرال، جمعتها على بعضها C2H6. لو اختصرت كل كربونه باللي عليها بس CH3، ده اسمه ابريفييتد فورمولا. طب ايه هي الامبريكال فورمولا؟ مش عليه، بس انا قلت اقولها لك لان احنا اخدناها في الكيمستري 101. C2H6 اختصر لو ينفع الاسم على رقم مشترك 2 و2 يبقى CH3، تمام.
يلا بينا بروبلم 1/11 بيج 117. بيقول لي ارسم لي سي اتش الاستراكشرر بتاعت السي اتش 3 سي سي ال 2 سي اتش 3. انا هحدد الذرات المركزيه عندي سي وسي. هل السي ال 2 دي ذره مركزيه او تشين؟ هقول له السي ال محتاجه رابطه واحده بس لانها جروب 7 اي، يبقى دي مش تشين، يبقى دي على الذره اللي قبل منها اكنها تفرع، واحنا قلنا التفرع على اللي قبل منه دايما، الا لو جا في الاول يبقى على اللي بعد منه. يبقى انا عندي الذره المركزيه السي والسي والسي اهم 3 سي. الاولانيه محتاجه 3 روابط، الثانيه فاضل لها رابطتين، والثالثه 3 روابط عشان يجمعوا الاربعه. هلاقي ان الاولانيه عندها 3 اتش، الثانيه عندها 2 سي ال، الثالثه عندها 3 اتش، كله تمام. يبقى انا مركب بتاعي كله سنجل بوند وسهل قوي. المثال اللي وراه جاي يقول لي سي اتش 3 باي 2 سي، يبقى ده تفرع، واتاكد سي اتش 3 يبقى تفرع، لو كانت سي اتش 2 يبقى سلسله اساسيه. يبقى سي اتش 3 باي 2 المفروض التفرع على اللي قبل منه، بس ده ما فيش قبل منه حاجه، يبقى اكيد تفرع على اللي بعد منه، وده تفرع على اللي قبل منه، يبقى ده تفرع على دي وده تفرع على دي. يبقى الذره بتاعتي المركزيه اللي هي التشين السي سي باربع روابط، عليها 2 تفرع سي اتش 3 وسي اتش 3، وعليها سي اتش 2 سي اتش 3 وسي اتش 2 سي اتش 3. تعالوا نرسمهم، سهلين جدا ما فيهاش اي مشكله. اهي الذره المركزيه بتاعتي اهي، او الاساسيه السلسله، سي اتش 3 فكتها، سي اتش 3 فكتها، سي اتش 2 سي اتش 3 سي اتش 2 سي اتش 3، نفس الفكره. جاي يقول لي المركب الحلو الجميل ده، هقول له ده تفرع على اللي بعد منه، يبقى مش اساسيه، كربونه كربونه والاكسجينه رابطتين، يا اما تكون دبل بوند على دي يا اما تكون او اتش على بعضها. فانا هشوف هقول سي وسي وسي، لو عملت دبل بوند على دي يبقى محتاجه رابطه واحده بس، لا ده عليها 2 اتش، يبقى دي سلسله اساسيه سي اتش اهي، سي وسي وسي او اتش اهي واو اتش. دي عليها 3 تفرعات سي اتش 3 اهو، ودي او ها و اتش، وفي الاخر اكد من لويس دوت الاكسجين عليها 4 الكترونات. جا قال لي سي ال 2 سي دبل بوند سي سي ال 2، انا عندي الاساسيه طبعا، قلنا السي ال رابطه واحده ما تبقاش اساسيه، يبقى عندي سي دبل بوند سي، السلسله الاساسيه اهي سي دبل بوند سي، دي فاضل لها رابطتين ودي فاضل لها رابطتين اهم، كلورين 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 كلورين، تمام تمام. جاي بيقول لي ارسم لي سي 3 اتش 4، فانا هرسم سي 3 3 كربون، كل دي فاضل لها 3 روابط، رابطتين 3 روابط، فهاجي ابص لعدد الهيدروجين اللي انا محتاجه، محتاجه 8 وهو مديني 4 بس، ما ينفعش، يبقى اكيد ده مش الكان، يعني مش كله سنجل بوند، لازم اتاكد هل هو الكان ولا الكين ولا الكاين. اعمل ازاي؟ الالكان سي ان اتش 2 ان بلس 2، الان ده عدد ذرات الكربون، الالكين سي ان اتش 2 ان، الالكين سي ان اتش 2 ان نيجاتيف 2، ده سنجل ده دبل ده تريبل، تمام. يعني هشوف انا عدد ذرات الكربون لو الكين، لو انا عندي 3 بس كربون الكين هقول 3 سي 3 اتش، 2 في 3 ب 6 زائد 2 8، لو الكين هقول سي ان اتش 2 ان يبقى سي 3 اتش 6 يبقى ده دبل بوند او سايكلو، على فكره دي تيخت السايكلو، او الكاين سي ان اتش 2 ان ماينس 2 يبقى سي 3 اتش 4. يبقى انا عرفت ان ده الكاين، يعني ما بين سي وسي تريبل بوند. انا ممكن اسهلها عليكم اكتر من كده، يعني انا كده عرفت اهو سي وسي وسي دي السلسله الاساسيه، عرفت ان في ما بينهم تريبل بوند لان انا عرفتها الكاين، دي فاضل لها واحده، دي ما فاضل لهاش حاجه، دي فاضل لها 3، 1 2 3 ودي فاضل لها واحده، ودول 4 هيدروجين، يبقى انا تمام. او حاجه تانية، هو قال لي كده سي 3 اتش 4 صح، على فكره وكمان ممكن ان الدبل بوند دي تنتقل هنا عادي خالص، مفيش مشاكل، هيبقى سي دبل بوند سي زي اللي هو الريزونانس، والاتش دي تيجي هنا وهي كده تمام 4 سي 3 اتش 4. انا سهله خالص، اقول له بص سي 3 اتش 4، فرق لي الاتش الاربعة، بفرق على الاطراف الاول، على الاطراف الاول اهو، مش زيها زي اللوس، اوصل بالاطراف لاوكسترول، وبعدين دي فاضل لها كام رابطه؟ رابطه، ودي فاضل لها كام رابطه؟ رابطه، ودي ما فاضلهاش ولا رابطه كده.
تمام، لان انا في التشير بتعامل بالراوتر. تمام تمام. بعد كده كده سهل خلص جدا الجزء بتاع الشكل الاستراكشر، بس في شوية حاجات كده بتبقى بالتفاصيل. يعني انا ان شاء الله بامر الله هاخد الكلاس اللي جاي الايزوماريزم، وهندخل بامر الله في اللاين انجل لانها مهمة جدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.